اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. وبالنسبه لركن العائله والتخفيضات، زي ما احنا شايفين الاسعار كانت 111 بقت ب 30، كانت ب 94 بقت ب 30، القطع زي ما احنا شايفين او الطقم كامل كان ب 87 بقى حاليا ب 30. حاجه المطبخ ما بتستناش يا جماعه بصراحه، اللي حابب يروح يروح يعني، على ما يشوف الفيديو يروح على طول. المدخل عندهم ب 100 ريال بعد 445، الاسعار يعني نار زي ما بيقول بصراحة، تخفيضات تخفيضات. كمان عندهم السجاد عليه تخفيضات، عندنا القطع اللي قدامنا دي كده ب 70 بعد التخفيض، في كمان ب 55 بعد التخفيض، هقول لكم عليها بس تيجي دلوقتي. ب 55 هنا بعد التخفيض. في برضو المقاسات الكبيرة، كل السجاد اللي عندهم تركي، هجيب لك برضو المقاسات الكبيرة دلوقتي وسعرها. واعذروني اذا ملحقتش اروح اصور لكم، من لحقت ان انا اروح اصور لكم واغطي لكم التصفية اكيد هنزل لكم فيديو، بس حبيت انزل لكم كده حاجة على السريع عشان تلحقوا عليها على طول. وانا قايله من امس اللي يروح يروح بعد صلاة الجمعة على طول، يعني ناس كتبت لي تعليقات وقلت لهم على طول بعد صلاة الجمعة تروحوا، التصفية ما زالت مستمرة.